أهلا بكم مجددا مشاهدينا، مواصلون معكم في هذه التغطية المباشرة والتي انطلقت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم والتي رافقناكم من خلالها وسنرافقكم إلى غاية أن ترفع الجلسة. إلى غاية الآن ننتظر تفاصيل جديدة ستردنا بعد قليل من محكمة سيدي محمد. نشاهد وصلتنا اللحظة بعض الصور، لا بأس أن نستعرضها عليكم ونناقشها. في هذه الصورة يظهر أحمد أويحيى يكتب، وهو الصورة السابقة. أطلب الصورة السابقة. أستاذ عمار خبابة، للمتهم حق في أن يكتب، في أن يدون بعض الأمور بعض التفاصيل، وهذا ليس أي متهم. هذا أحمد أويحيى كان وزير أول، يعني عنده كفاءات، ربما ماذا يكون قد يدون في هذه اللحظة، وهل من حقه؟ ما فيش هناك ما يمنع، يعني ما كانش هناك اللي يمنعه باش يكتب. ولكن واش يكتب الان؟ انتهى المرافعات، انتهت دوك. بعد ما يكملت المرافعات يعيط للقاضي وعنده كلمه اخيره. الكلمه الاخيره المتهم. ممكن او يكتب في الكلمه الاخيره، ولكن الكلمه الاخيره ما يقدرش يعاود. شحال مدتها قانونا هذا؟ ما كان حتى مده. هو الكلمه الاخيره بالحقيقه يوقف المتهم، قال اودي يقول له واش تطلب. اطلب ما عندك كلمه، يقول له نطلب تخفيف ولا نطلب براءه. ولا ممكن اذا فعلا يعني حاجه مهمه جدا ونسيها المتهم يمكن. قال مثلا انا عندي حاجه مهمه جدا غابت عليا وماذا بي يسمعني القاضي، ممكن يقول له ما تفضل، يعني لا ليس هناك مانع. ولكن في التعامل القضائي ان الكلمه الاخيره معناها كلمه. هو في القانون يقول الكلمه الاخيره للمتهم. ممكن أو يحيى يكتب في مذكره او لدفاعه، ممكن كاش ما شيء شخصي، حاجه شخصيه هكذا خطرت البال. طيب. ولكن بالنسبه للمحاكمه انتهت، ما بقاش. الصوره التي تلي هذه الصوره من فضلك زميل المخرج. طيب، عندي سؤال استاذ عمار خبابه. لماذا يقف عبد الملك سلال ويوسف يوسف واحمد ويحيى وبايري في الصف الأول في قفص الاتهام؟ هل هنالك شروط تحدد من يقف أولا وثانيا وثالثا، أم هذه أتت هكذا وفقط بالصدفة؟ ليس هناك أي شروط. هكاش هو كان ملاحظة، هو كان البعض اللي علق على أنه قفص الاتهام في كان ربما شكك. هذا هو القاعات تختلف، ربما كانوا ينظروا لقاعة الجلسات اللي في الطابق الأرضي. حقيقة أن قفص الاتهام يجي على يسار المحامي ومرتفع نوعا ما، نظرا لأنه الفتحة اللي يخرجوا منها المتهمين خرج مباشرة في القفص. ولكن في القاعة هذه القاعة جاية في الطابق الأول، هذا هو الموقع نتاع قفص، ما كانش وليس هناك يعني. الصورة واضحة جدا. واضحة جدا أنهم في قفص الاتهام، وهك تشوف هو مستطيل وما فيش. ليس هناك يعني الترتيب، ترتيب ممكن في بعض الحالات يكون في الاستجواب. ونشاهد احد المتهمين يحاول ان يغطي وجهه في اخر الصوره، لا نعرف اذا كانت لقطه عفويه وفقط ام هو كان يقصدها بتغطيه وجهه. وسمعنا في صباح اليوم احد اعضاء الدفاع قاموا بالصراخ داخل القاعه وهم يرفضون ان تبث هذه الصور على القنوات من المحامين. قال لك كيفاش يصوروا فينا وكيفاش؟ يقول له صرها ولا اقعد، هو هذه قضيه نتاع هذه لابوليس دو لوديونس. ما صوروش الصحفيين داخل القاعه. ها؟ هذه صور تاع محكمه سيدي محمد. يا راجل احنا في جلسه علنيه، واش بيك؟ ما كان حديث. لا لا، وداخل القاعه. اسمع العربي يقول، اسمع العربي يقول البندير ما ينضربش تحت الطرف. يوم الجد خلاص. شوف النهار اللي لحقنا الجلسه العلنيه انتهى الامر، القضيه مرتبطه برئيس المجلس، رئيس الجلسه. هو الذي له الحق أن يمنع وأن يترك، أن يترك الصحفيين يصور وأن يترك. كان حتى راهنا جلسة علنية، قانون يقول جلسة علنية. الكيفية كيف تكون علنية هذه موكولة للرئيس، لأن القانون أعطاه سلطة إدارة الجلسة، يديرها حسب ما يملي عليه القانون وضميره. كل الحركات التي تتم داخل القاعة يتحكم فيها رئيس الجلسة وهو القاضي. طيب. وهو الذي أعطاه القانون هذا الحق، وواحد ما يدبر عليه. طيب. حتى رئيس الجمهورية ما يدخلش في العمل تاعو. هنا اليوم في الجلسة هذه راهو هو الكل في الكل
تحت طائرة القانون. هذا حتى النقاش اللي يدور بينه وبين بين الدفاع بين المتهمين هو يحكم به القانون. مثلا المحامين يجيوا يطلبوا حاجة لازم يأسوها بناء على القانون أو بناء على تعامل قضائي تم تكريشه يعني. ممتاز. نعم. هذا القاضي الذي يعتبر الكل في الكل. نعم. في قضية تاريخية. نعم. في قضية مرتبطة ارتباطا شديدا بالرأي العام وبكل مكونات المجتمع الجزائري. كيف يمكن أن ينعكس هذا الضغط على الأحكام على نفسية القاضي؟ شوف هو القاضي أنا يعني الأحسن تحت ضغط كبير. لا ولكن شوف لا الضغط هذا منين حيجي؟ ويعلم بأن كل الجزائريين ويعلم بأنه الآن سيحكم في قضية تاريخية. طبعا هو دخل التاريخ الآن وهو يعلم بأن هذه الأحكام عندها علاقة بالشعب الجزائري برمته من دون شك. من دون شك هو بشر. نعم هو بشر. اي نعم بشر وبينه وسيحكم بضميره. طبعا عنده ملف عنده إجراءات تمت على مستوى التحقيق. هذ الناس مكنوا من حقهم في الدفاع مكنوا من حقهم في 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 في, في, في تحقيق طال الآن من شهر جوان حتى اليوم المكن هؤلاء يعطوهم فرصة أنهم شرحوا بروا حتى الظروف. صباحا مفدتنا إلى المحكمة قالت بأن هنالك طبيبة ترافقهم يوميا سجن الحراش إلى محكمة سيدي محمد وصباحا عندما أصيب عبد الملك سلال بتلك النوبة أو بتلك الوضعية النفسية التي مر عليها غادر القاعة سمح له بمغادرة القاعة والالتقاء بهذه الطبيبة وبعد ذلك تناول دواءه وعاد إلى قفص الاتهام. هو كان زوج أشياء اللي خليه ربما القاضي عمل في ارتياح. أولا هناك جانب شخصي وهناك جانب موضوعي. بالنسبة للجانب الشخصي هذا القاضي حسب ما قيل لنا وحسب ما بلغنا أنه دكتور في القانون. نعم. وأستاذ جامعي وقاضي متمرس وكان هو أول يعني هو الأول في الدفعة تاعو يعني سيت ماجور دو بروموسيون. إذن ليه لما الكفاءات توصل إلى المنصب وعنده تجربة في 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 المادة الجزائية وعبر عليها محامين وانا شفت محامين حتى هنا عندكم البلاط. نعم نعم فعلا عدد من المحامين على الاقل. نعم. اثنان مروا معنا قالوا باللي يدير الجلسه المعلومات. بكفاءه عاليه. الجنب الشخصي الجنب الموضوعي هو كذلك قسم الوقت تقسيم بحيث انه عمل في ارتياح هو وكل الاطراف. نعم. عمل بارتياح الصباح تبدا الجلسه حوالي الساعه 10. نعم. يرفع السادسة عادة الخامسة ونصف يرفع الجلسة يرفع الجلسة في فترات متقطعة للراحة ولتناول الغداء ولسماح لمن يصلي يصلي لغير ذلك. خدم هو في ارتياح وأعضاء الدفاع في ارتياح ولذلك اعتقادي وأنه أدار الجلسة إدارة جيدة وهذا سينعكس على المجهود نتاعو. عمل في ارتياح طبعا كان هناك يعني معناه الضغط مثلا على قضية القضية أن يعني الشعب ينتظر ما هي الأحكام وما هي كذا. هو مولف هو ما عادي مولف بهذه الأمور. هذه كاين قضايا اللي يكون تحت ضغط كبير جدا القاعة تكون معبية ملأة مثلا في المشاجرات اللي تكون بين الأحياء أو مشاجرات تكون بين العروش أو من القبيل. القاضي يعمل تحت ظروف ورغم ذلك يعني في الأخير هو مثل ما ذكرت لك سينطق بالأحكام طبقا لضميره. طيب. وطبقا للقانون. لا بأس أن أعرض عليك الأستاذ عمار خبابة على مشاهدين الأكارم جزء من ردود أفعال مواطنين رصدناها لكم بعد استماعهم للعقوبات التي التمستها النيابة في حق هؤلاء المتهمين. نشاهد هذه التصريحات ثم نعود لمواصلة النقاش. نعم. في المحاكمة التاريخية العادلة ونتمنى من القضاء أنه يأخذ مجراه في إجراء محاكمة عادلة للعصابة لنهبة أموال الجزائر ولنهبة أموال الشباب ولنهبة أموال الأيتام في غير حق وفي الباطل. أراني فرحان 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 كباقي الشعب الجزائري كامل فرحان بالمحاكمة هذه المحاكمة التاريخية اللي ما صراتش وما كناش متوقعينها أنه تجرى بهذا الشكل.
الحمد لله أنه اليوم عرفنا باللي هي الانطلاقة الحقيقية بالنسبة للجزائر الجديدة لبناء عدالة، عدالة بمعنى الكلمة. عدالة هي اللي راها تقوم بهذا الشيء، وهذا واجب عليهم، وحنا يا كمواطنين أيدوا العدالة في الشيء اللي راها تدير فيه، ما أنه فيه التباسات وفيه أدلة فهذا الشيء واقع، لازم تكون فيه محاكمة وتكون محاكمة عادلة. وهذا الجزاء اللي يستحقه كل واحد يمد أيديه للمال العام. تم من هذه المحاكمة التي المحاكمة الخامسة التي تظهر على جميع الشاشات على مستوى الوطن وحتى خارج الوطن. عشرين عام على مدينة ولا عشرين عام، هادو اللي باغيينهم يعطوهم بيربات مع الأعمار الشاقة، يدوهم اللي كسموه للرقان يدوهم للرقان يهرسوا الحجرة ويعطوهم طرف تاع خبز ورا السيون مع مرمى كيما داروا للشعب. حنا تاني كتلونا كيما كدارو لنا كيما هكا، حنا نطلبوا يعطوهم بيربات مع الأعمار الشاقة ويدوهم للرقان ليق الحجرة يفتوها. أستاذ عمار خبابة، في نظر المواطنين، جزء من المواطنين الجزائريين، العقوبات لابد أن تكون مشددة. هو لازم المواطن يتعلم، نحن رجال قانون، لازم يعرف باللي العقوبة ماهيش انتقام. هذو ناس غلطوا، كاين قانون يعاقبهم، طبقا للقانون، والقانون يقول باللي أقصى عقوبة هي 20 سنة. هذه يطلبها وكيل الجمهورية، طلب لهم 20 سنة. دوك القاضي قادر يدير لهم 20 سنة، قادر يدير أقل، أقصى مكاش، مكاش أقصى. هذا هو القانون. وإلا نخرجوا من القانون، وليو ولازم طبعا المواطن احنا ما نتحكمش في ردود أفعاله. لماذا؟ لأنه واحد يجري وراء وراء لقمة العيش، واحد يسمع في الملايير. المواطن ما تقدرش تحكم في شعوره في إحساسه، ولكن النخب هي اللي تفهم المواطن، تشرح له وتفهمه باللي يودي هذو غلطوا، ولكن في آخر المطاف هم أبناء الجزائر ولا الجزائر، غلطوا وخطأ نتاعهم خطأ جسيم، والقانون يعاقبهم وسيعاقبون طبقا للقانون. طيب، إلى غاية الآن الجلسة مستمرة أستاذ عمار خبابة، وهذه تعتبر سابقة منذ انطلاق هذه المحاكمة. عادة في الساعة الخامسة والنصف أو الساعة السادسة والنصف ترفع الجلسة. اليوم نحن في هذه اللحظات تجاوزنا الساعة السادسة والنصف ولم ترفع الجلسة، ليست مؤشرات على أن القاضي قرر المواصلة والوصول إلى أبعد نقطة من هذه المحاكمة اليوم. ما يقدرش يوقف المرافعات مادام طلقت المرافعات تاع الدفاع، لازم يكملها. الآن كي تكمل المرافعات تاع الدفاع، عنده من حقه القانون أعطاه والتعامل القضائي أنه يأجل النطق بالحكم إلى وقت آخر، يقدر يأجلها، يحدد اليوم، يقدر يأجل النطق بالحكم إلى وقت الذي يراه مناسبا ويكفيه. يقدر يقول المرافعة بعد حين، المداولة يعني النطق بالحكم سيكون بعد حين الليلة، ويروح ينظم أموره ويحرر الحكم تاعو حيث. لكن تأكد أنه القاضي راح يكون وحده في غرفة لوحده، في مكتبه لوحده، وكيل الجمهورية ما يحضرش معاه، كاتب الضبط ما يحضرش معاه، وحده يعاود يراجع الملفات، يعاود في مكتبه ولا في القاعة اللي هيأتها المحكمة، أنه باش يعني تكون عنده ظروف العمل مواتية ويخدم خدمته. طبعا هو جزء من العمل راه عنده، ملف راه هو راه ودرسه راه عنده، راه موجد يعني. تبقى الأشياء اللي لاحظها خلال المرافعات، خلال البحث، هذه أمور هذه راح تكون زيد تعاونه للقرار النهائي. ولكن هو من حقه، احنا في الجنح، قادر ينطق لنا بالحكم، قادر يأجله إلى وقت آخر. ممتاز. يشير لي الزملاء الآن بأن أحمد ويحيى قد نزع منه الورقة والقلم الذين كان يستعملهما قبل قليل في الكتابة، وهذا من طرف أحد عناصر الشرطة. طبعا هذا نرجع إلى أنه الرئيس الجلسة
هو اللي يسير الجلسة. من حقه؟ من حقه يسيرها. خليه مثلا إذا كان طلب الإذن يخليه. قلت لك ليس هناك ما يمنع. ليس هناك ما يمنع من أن هو يبقى تبقى هذه الإجراءات خاضعة للسلطة التقديرية. هو القاضي يشوف، هو يشوف اللي ما لازمش واحد من المتهمين أنه يدير حاجة. لماذا؟ لأنه قادر ما دريناش ماذا يكتب، ما دريناش. وبالتالي فالسلطة إدارة الجلسة ضبط الجلسة من اختصاص القاضي. القاضي يكون ربما استأذنوا قالوا بلي. وهذا الفيديو واضح جدا أحمد، ويحيى وهو يكتب يسجل، وهو نعم. يسجل ويستعمل القلم والورقة، وهذه هي الورقة الآن. طيب نشاهد كيف ستنتهي هذه الحادثة. أحمد ويحيى يسجل ويدون، لا نعلم ماذا يدون ويسجل في هذه الآن. الصور واضحة، نعم هذا مقطع واضح جدا، أحسن من الصور التي استعرضناها نعم. قبل قليل. أحمد ويحيى وهو يستعمل قلما أزرقا على هذه الورقة البيضاء. لا ندري ما الذي كان يكتبه ويحيى، إلا أن أحد عناصر الأمن تدخل فيما بعد، وحسب ما يشار لنا لا هو هنا يشوف كاين حاجة هنا، هو راه محبوس. وبالتالي هذه الأمور هذه تخضع للرقابة، تخضع لرقابة الحراس تاع السجن وكتاب الضبط تاع السجن. وراه الآن راه محبوس، وبالتالي كل الأشياء اللي يديرها تخضع للرقابة. إذا كان ما فيهاش قطع الورقة هذه، لو كان يسلمها لواحد آخر داخل الجلسة ممنوع. طبعا ممنوع أن يسلم المتهم ورقة عليها بعض التدوينات لمحاميه. ممنوع ممنوع ممنوع، لازم تمر على كتاب الضبط. معناها كل سلوكات المسجون المحبوس يجب أن تكون تحت الرقابة. المحامي ما عندوش حق يمد حاجة للمحبوس مباشرة، أكل والله وثيقة والله أي شيء. والمحبوس كذلك لابد أي شيء يتمد، لأنهم هذو راهم تحت مسؤولية السجن. غدوة مثلا أفرضوا أنه هي رسالة يريد مثلا أنه يسربها إلى جهات معينة، فهذا أمر غير مقبول ولا يسمح به القانون، لأنه قانون السجون ينظم هذه الأمور هذه. كل الأشياء اللي تخرج من عند المحبوس إلى دفاعه أو إلى أهله تمر عن طريق القناة الرسمية، يشوفها. إذا ما فيهاش ضرر، إذا تخضع للمعايير ما فيش حرج، إذا كان ما تخضعش يرفضها ما تمشيش. طيب اليوم كذلك صدر نفس الحكم لأحمد أويحيا وعبد الملك سلال وعبد السلام بوشوير بالفار من العدالة مع أمر بالقبض الدولي. هل تتوقع بأن التماس الأحكام نعم، هل تتوقع بأن تسترجع العدالة الجزائرية والمصالح الجزائرية عبد السلام بوشوير بموجب هذا الأمر بالقبض الدولي الالتماس إلى حد الآن؟ شوف، هو كاين اتفاقيات دولية، كاين اتفاقيات دولية وكاين هناك اتفاقيات ثنائية. الدول لابد أنها تحترم هذه الاتفاقيات. كاين اتفاقيات تاع تسليم المجرمين وفيه واتفاقيات قضائية، الدول تحترمها، لابد أن تحترمها. لماذا؟ لأنه إذا ما تحترمش الدول الاتفاقيات المبرمة بينها فالأمر ما يوليش فيه يعني تعامل دولي يخضع للقانون. إذن فإذا كان بعد ما يصدر الحكم سيكون هناك أمر بالقبض الدولي من محكمة مدنية. نعم نعم، من محكمة مدنية وطبقا للقانون، وفيه شروط المحاكمة متوفرة. وبالتالي هو غايب، راهو غايب، يحكم عليه غيابيا. يجي من حقه يدير معارضة وتتم محاكمته في جلسة مثل هذه، ويجيبوا له وهذا الأمر شهود. وهذا الأمر ينطبق نعم، وهذا مقطع فيديو بشكل أوضح من المقاطع التي بثت من قبل. مقطع فيديو يظهر عبد الملك سلال وهو يشبك يديه، وكذلك يوسفي وأحمد ويحيى ورجل أعمال باير في الصف الأول. وكنت قد سألتك عن كيفية جلوس المتهمين في قفص الاتهام، لا توجد أي شروط، مايش كانش نعم. هناك يعني نمط يعني ربما قرر هذا الرباعي أن يبقى في الصف الأول ولا يتنزل عن الصف الأول لمتهمين آخرين. يظهر خلف عبد الملك سلال عبد الغاني زعلان وهو بنظاراته المعهودة.
بالإضافة إلى عدد من المتهمين الآخرين. وكاين واحد مخبي هذاك، شكون هذاك اللي مراه سلال؟ نعم. عادة ما يلجأ المتهمون إلى هذه الوزير نتاع العلاقات مع البرلمان محجوب بده. نعم محجوب، محجوب بده. عرفت السي عمار؟ عرفته. هو جاء ما طولش يعني في نعم. في الوزارة. وراء بايري يظهر رجل الأعمال أحمد معزوز، مش علاقة مع البرلمان، كان وزير الصناعة. وعبود عاشور في الأخير، وبينهما العرباوي. هام جماعة اللي كانوا يقولوا مسرحية، هاي هام يشوفوا. قال لك بلي ما كانش منها وما يجيبوهمش وما يشرعوهمش، وهذه راهي غير مسرحية. ها. وبين زعلان والعرباوي يظهر شايب مدير المالية لحملة بوتفليقة. تذكر هنا يوسف أنه مرة هنا كنا هنا في البلاطو وكاين واحد من الحقوقيين قال لك بلي لا تبث، لا تبث، وعندي نعم. معلومات وما تبث، لا تبث. كنا في الأستوديو المجاور على يميننا قال بأنها لن تبث، لن تبث، وأنا عندي معلومات، وأنا عندي معلومات. نعم. شت الإنسان ما لازمش يروح يقول كلام هكذاك، يحاول إنسان هاي تبث، هاي تبث بالصوت والصورة. طبعا مقاطع مش مقاطع كلها. نعم مش كلها، ولكن هذا هو اللي لكن وهذا هو اللي كان في قناة بلاد حاولنا أن بث جزء كبير مما حدث داخل بالصوت وبالصورة. أنا تشكرون، واعتقادي وأنه الشعب يعني هذه تساعد الشعب في أن ينور فكره. طبعا طبعا، لأنه الشعب مش كله يقرأ الجرائد، ومليح يعني في القنوات التلفزيونية والإذاعية، وأنه يتابع على الأقل يكون عنده صورة ويشوف يعني يشوف هذا الصورة واضحة جدا. طبعا هو يشوف هذا يعني هذا المبالغ الطائلة، ويشوف هذه الوجوه اللي ربما البعض كان يشوف، وحتى طريقة الجلوس لما نقرأ في الصورة في طريقة الجلوس تشعر بأن نفسية المتهمين ليست بخير. هذا دون العودة إلى الفيديو الذي ظهر أو المقطع الذي ظهر عليه عبد الملك سلال صباحا وهو متأثر. طبعا نعم. واحد كان عايش في 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 في, في, في كان عايش في في, في يعني في عيشة تاع البذخ، ويصبح في السجن، في السجن في الحراش، ومن بعد يجيبوه المحكمة. شفت تكلمنا قبل قليل عن النيابة العامة وعن وكيل الجمهورية والخطاب أو العبارات التي توجه بها، وقلنا بأنها كانت تاريخية. نعم. وقال كذلك بأن العدالة قبل 22 والعدالة بعد 22 ما مش كيف كيف. نعم. تبدلت العقلية وتبدلت الذهنية. طبعا. هل هذه الصورة تؤكد أو تمهد فعلا إلى هذا الطرح الذي قدمه وكيل الجمهورية؟ من دون شك، أنا من شوف أنا يعني بدون يعني مبالغة ولا الرياء ولا أنا من الأول قلت يا ودي جماعة لا تبخسوا الناس أشياء. أنه يجيبوا رئيس حكومة يدخلوه للحبس ويتم تتم متابعة اثنين زوج رؤساء حكومات وزراء بهذا الاسم. هذه الدفعة الأولى، مازال الدفعة الثانية. لازم الإنسان يعرف يتوقف أمام هذا المشهد التاريخي، أمام هذا التحول، لابد الواحد يتوقف قدامه. ما لازمش يبقى يتمادى في التقليل من شأن هذه هذا التحول. هناك تحول كبير، وهذا بفضل الثورة السلمية البيضاء التي قام بها الشعب الجزائري بسلمية. ولهذا نحن يعني نشد نقول لازم نبقى بسلمية، لازم نقرا في السلمية والاحترام المتبادل. أنا أقول لك بكل صراحة، لما نشوف بعض المظاهر تاع بعض الشباب وأنهم في قدام مكاتب الاقتراع في الخارج أو مثلا هنايا في القاعات، ويمنعون وربما يسبون، والناس اللي تروح تحضر في التجمعات، ما يعجبنيش الحال، ما يعجبنيش الحال على الإطلاق. لماذا؟ لأنه احنا مشينا 22 سلميين نطالب نعبر، كل مرة نربح حاجة. هذا الشيء اللي جبناه مش قليل، مش قليل. نحن نطمح إلى أكثر، نطمح إلى أكثر، نطمح. إحنا أنا شخصيا تمنيت وكان هناك شخصية من الحركة ترشحت وجمعنا لها التوقيعات وخذنا بها أو شخصيات، مش شخصية واحدة، شخصيات في الحركة تمنيت وكان ترشحت ولمينا لها جمعنا لها التوقيعات، وراهي اليوم راهي تنافس. طبعا هذا ما حصلش، معليش معليش، هنا طيب. شخصيات، إذن لابد أن نمشي في الاحترام المتبادل ونفصل السلمية. نعم. عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية بالنسبة للموظفين المتهمين في هاتين القضيتين أو ربما في قضايا أخرى، ماذا تعني؟
ماشي غير الموظفين. حقوق هو يعني العقوبه التكميليه. العقوبه التكميليه لما يصدر الحكم النهائي. الحكم كاين العقوبه الاصليه كاين عقوبه تبعيه وكاين العقوبه التكميليه. تصدر هذه الحرمان من تولي الوظائف العامه. الحرمان حتى من حق الانتخاب وحق الترشح الى غير ذلك. كاين عقوبات كثيره يعني كاين عقوبات كاين تدابير امن. اذا يقدر في الحكم يصدر حرمانه لفتره معينه من عدم ممارسه اي نشاط او اي وظيفه. تولي الوظائف العامه يروح حتى لقضيه حق الانتخاب يحرم منه حتى يعد له الاعتبار. حق في السفر يحرم منه؟ سفره معاقب. لا ما يقدرش يخرج. بعد ما يخرج ما كاين الفتره كاينه فتره بعد ما تصدر العقوبه ما كانش حق السفر ما يمسهاش ما تمسهاش. اوكي يعني حق السفر لابد له المنع من السفر. لابد يكون لابد كاين اوامر بالمنع من السفر. لازم يكون هناك امر بالمنع من السفر. نعم والله يكون مثلا كما ذكرت. طيب صباحا كذلك بعض الأسئلة تداولها نشطاء ومواطنون على منصات التواصل الاجتماعي تقول بأن هؤلاء نهبوا الآلاف الملايير والتمس. نعم في النقطة هذه يقدر مثلا هو مش يعني منع مباشر. يقدر يكون الإقامة تحديد مقر الإقامة. يقدر يكون معين. نعم يقدر يكون. قلت بأنه على منصات التواصل الاجتماعي تساءل جزء من الجزائريين كيف لمتهمين متهمون بتبديد آلاف الملايير وتلتمس في حقهم عقوبات. سمعنا عدد سنوات سجن نافذ هذا الالتماس فقط، لكن ماديا تعويضات كانت فقط 300 مليون 400 مليون العقوبة الغرامات غرامات ب 300 400 مليون منطقي. ما هي فائدة وما هو سبب هذه الغرامات عندما تضاف إلى عقوبة السجن؟ طبعا هو العقوبة هكذا في القانون حبس وغرامة. معنى هذه غرامة وليس تعويض. لا تعويض مازال تعويض أو طلب الخزينة تعويض. نعم أو رايحين سيطلب الخزينة طرف المدني. أيوة طلبت المبلغ كله سيقسم عليهم. وإذا ما دفعوش؟ لا هو ذوك في التعويض ذوك الخزينة لما يصدر الحكم ويلزمهم بالتعويض. نعم وتروح إلى التنفيذ. منين تجيب التعويض هذا؟ راح تجيبوه من الأملاك تاعهم. نعم ستصادر أملاكهم وتدي الخزينة الأملاك اللي في اسمهم فقط ولا حتى اللي في اسم أولادهم وزوجاتهم؟ نعم القانون بإمكان؟ نعم القانون تصفية يمشي للفروع يمشي يمشي للفروع القصر. نعم يمشي للفروع القصر. نقدر نشوف حكم من هذا النوع؟ نعم هو يصدر الحكم في الحكم يوضح. طيب يوضح إلزامهم في الختام في الدعوة المدنية بالتضامن وإلا كل واحد يلزمه وحده هو القاضي هو في الختام. أستاذ عمار خبابة نعم. يوم أمس جاء إلى المحكمة كشاهد وهو محبوس سعيد بوتفليقة الشقيق رئيس الجمهورية والذي كان يتحكم في البلد طوال سنوات من الزمن شاهدناه وشهده الجزائريون في تلك الصور. كيف تبعت تلك الصور؟ والله أنا أولا يعني هو الصورة هذيك بينت باللي الآن لا أحد يعلو فوق سلطة القانون وسلطة القضاء. فلما كان هناك طلب باستحضار شهد وأنا كتبتها قبل ما يطلبوا يعني للتاريخ هي مذكورة. لماذا؟ لأنه لما شفت وشاهدت تصريحات نتاع حداد قلت للجماعة قلت لهم دوك يجيبوا سعيد لأنه أدانه بشكل مباشر. طبعا لأنه كان خالد سعيد وممكن جدا تتحول هذه التصريحات إلى عناصر لمتابعة السعيد. شكرا. عندك حاجة برك أنا يعني شوف واحد كان يدير هو اللي يحكم ولما يجي باش يطلبوه للشهادة ما يشهدش. شوف يعني القيمة نتاع الناس يعني شوف أنت سنوات 20 سنة وأنت هو يعني في الأول. على ماذا يدل هذا؟ يدل على الناس ما عندهمش أخلاق دولة. جاتهم فرصة هكذاك كان عنده أخلاق دولة
وصح يتحمل المسؤولية تاعو. قال أنا تحاكمت، أنا يا كنت ندير في أشياء، الآن نجي نتكلم عليها وندافع على روحي ونوضح نوضح. ولكن هذو الناس جبتهم صدفة، كانوا يقدموا فيه على أساس أنه كذا وأنه كذا في النقابة، وأنه أنا على كل حال لا نقلل من شأن الرجل يعني، وإنما فقط لماذا؟ لأنه شخصية عمومية. نحن ننتقد الممارسات، ممارسة التي ظهرت في محكمة سيدي محمد ليست ممارسة تاع رجل دولة. حتى ولو كان أخطأت أرواح المحكمة قالوا لك شهادة، قال هاي كيفاي كيفا. شكرا جزيلا أستاذ عمار خبابة المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا في هذه التغطية المباشرة. شكرا على هذه الإفادات، ليست إفادات القضائية، إفادات صحفية. شكرا جزيلا. مشاهدينا نتوقف عند بعض الفواصل الإشارية، ويلتقي بكم بعد قليل الزميل محمد السلطاني من أجل مواصلة هذه المتابعة. أما أنا فسألقاكم في مواعيد أخرى، السلام عليكم. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. إذن اليوم الحدث متواصل، محاكمة بعض رموز الفساد في الجزائر في قضية تركيب السيارات وكذلك التمويل الخفي والمشبوه للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. المحاكمة، مجريات المحاكمة وصلت إلى الالتماسات، يعني ممثل الحق العام، ممثل المجتمع الذي ينوب عن الأمة، طلب يعني أحكام مختلفة متفاوتة، وصلت تحتاج 20 سنة بحق المسؤولين، يعني الناس اللي كانوا يعني مسؤولين على خزائن هذه الأمة، على غرار يحيى وسلال اللي كانوا كل واحد فيهم وزير أول، وكذلك الوزراء يعني بدا و يوسفي ومشوارب كذلك اللي راه فار، وثم يعني كاين التماس في احكام متفاوته، كاين غرامات، كاين كذلك مصادره الاملاك غير المشروعه. فالان المحاكمه دخلت في المرافعه، يعني المحامين او المحامون يعني يدافعون عن موكليهم، وهذا امر طبيعي وحق طبيعي. ولو كان من كان هذا المجرم لابد أن يكون له محام يدافع عنه ليستفيد من محاكمة عادلة، يعني من أصول المحاكمة العادلة أنه يكون عنده محامي. المحامي ما راحش يدافع على الفساد أو على السرقة أو على غيرها، رايح حضوره هو بمثابة علامة على المحاكمة العادلة. والأساتذة اللي راه معايا راح نزيد يفصلوا أكثر في هذه المسألة. إذن باش نناقشوا يعني الخطوات المقبلة، احنا ننتظروا ربما صدور الأحكام، مش عارف هل تصدر اليوم هل تصدر غدا، هل ممكن المداولة تطول. فهذا الموضوع هذا راح نناقشوه رفقة الدكتور علاوة العايب أستاذ القانون العام. مرحبا بك أستاذ. شكرا، بارك الله فيك ولمشاهدي قناة البلاد. كما أسعد كذلك باستضافة ولأول مرة المحامي الأستاذ صالح عبد الرحمن. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ صالح. مرحبا بك. الله يسلمك، وأنا سعيد بلقائك. ما يشعر الآن في المقدمة، هل غلطت ما غلطتش؟ ما نعرف أستاذ، تفضل. يعني هل أعطيت خاصة قضية المحامي؟ كان بزاف ناس أثير في المسألة هذه، باش المحامي يرافع على ولكن نجوزوا عليها بسرعة يعني. شكرا، بارك الله فيك يا محمد. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، انت كذلك من ذوي الاختصاص، انت كذلك من ذوي الاختصاص، بالتالي في احنا في عندنا في دائما نحاول نربط خاصة في المرحلة الحالية، انا لا اعتقد بان نربط الامور السياسية بالامور القضائية. بعد الحراك، نعم. يعني بعد ثورة الحراك، نعم. بعد 22 ربما بكري، قبل 22 فبراير ممكن ووقعت وحدثت، ولكن الآن أعتقد بأن فيه جرعة من الأكسجين من الاستقلالية. بداية الاستقلالية لأن فيه تراكمات، نعم. وهذه التراكمات عرفها المجتمع الجزائري، والتي بها
يعني فقد الثقة. إذا الآن إحنا كيف نسترجع الثقة؟ لا، وبالتالي إحنا نروح بالعقل وما نديرش حكم مسبقة. أنا الاستقلالية تاع القضاء لا تقرر بمرسوم هكذا. لا 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 لا، ثقافة نوضون نرقدون نوضون نلقاو القضاء مستقل. لا أبدا. وتراكم تراكمات من الفساد، تراكمات من التدخل، تراكمات من عدالة الليل، تراكمات من عدالة الهاتف. نعم. أنا حياتي كمان أصدقائي قاع في العدالة، يعني بعضهم خرج لنا خرج السبعينات من الجامعة الجزائرية وعاشوا يعني خاصة ذوي الضمائر الحية المخلصين، وكان فيهم مخلصين. نعم. ما لازمش نقولوا ما نعممش، كان في القضاء ما شاء الله كان ناس مخلصين وكان ناس خدموا ضميرهم والقانون، ولكن احنا اليوم ما لازمش قال الظرف ان الانتخابات الرئاسيه جايه على 4 أيام لازم نحكموا الناس قبل باش هكا نديروا مغازره الحراك. الحراك ما تغزلوش بامور كما هذه، ملف الفساد كبير وطويل وعريض. نعم. وهذه بدايه ومازال لان هذه كما نقولوا احنا لفات، يعني وين طبق الخير في هذه البلاد وتمكنوا من وضع هؤلاء الارباب يعني بين قوسين في السجن وغيرهم من سياتون، فهذا الشيء هذه قفزه نوعيه جدا يجب ان لا نستصغر منها ولا نحتقرها. فالطريق ما زال طويلا لمحاربة الفساد لأن فيه تراكمات كثيرة، ولكن هذه البداية أكيد دائما تكون الأمور هكذا. وإذا تصادف وكانت الانتخابات أو أنهم محسوب لها، فأعتقد هذه مسائل ضيقة. أنا حتى لو كان محسوب لها لتتصادف قبل الانتخابات. أجل أستاذ الأجل لحقت أجل المحاكمة راح. هذا هو اللي كنا نهضروا فيها مقبلة، قصة الأجل، لأن أنت إذا كان ما تحكمش الناس في الأجل معناها يصبح الحبس تعسفي. يسمح الحبس التعسفي، وحنا نعرف بان في الجنح يعني هذه جنحه ابتداء هي المفروض كانت في جنايه. نعم. من قبل، وقانون 0601 هو الذي جنحها. نعم. في العهد البائد. صح. يعني شوف امور خطيره مثل هذه تصبح جنحه، على الرغم من انه يمكن ان توصل 20 سنه. يعني هي حتى 10 سنوات، ولكن يمكن في بعض الحالات توصل 20 سنه. ولكن يعني احنا دائما نراعي مقتضيات وشروط ومعايير محاكمه العادلة. نعم. في العالم، وهذه معايير عالمية، وقانون العقوبة الجزائري وقانون الجرائم الجزائري أدمجها، والجزائر صادقت على هذه المعايير تاع المحاكمة العادلة، ومن ضمنها المحاكمة في وقت معقول. ما هو الوقت؟ كيف نحسب الوقت المعقول؟ الوقت المعقول نحسبه أولا بمدى تعاون المتهم مع القضاء، في مدى الخبرات إذا أنجزت في وقت مناسب. إذا يعني كان أمور تتحكم في الوقت، ولكن مهما يكون 4 أشهر تجدد مرة يعني إلى 8 أشهر، وممكن تجدد المرة الثالثة، ولكن في حالات جد نادرة، جد نادرة. وبالتالي هو دائما المحاكمة تكون بين من 6 أشهر إلى 8 أشهر، من 5 أشهر إلى 8 أشهر أو إلى 7 أشهر. الآن أستاذ احنا هذا من التاريخ، أنا رانا في الحاضر المحاكمة راي تمشي جارية. نعم، راي جارية على قدم وساق. فماذا بينا إذا كانت كرمت نسمع الأستاذ وش رايك في الالتماسات هذه أستاذ؟ وعدت الناس اللي يقول لك بأنه نائب العام لما يكون مش مقتنع بالتهم ولا يعطي أقصى العقوبات مثلا أو يلتمس أقصى العقوبات، وكأنه ما مش قانع بالبروسي هذا أو التهم. ولكن اليوم شفنا وكيل الجمهورية قدم التماسات تقريبا يعني في حدود العقوبة، يعني وش رأيك؟ أعطيني رأيك. أنا ما هو كان متوقع أنه النيابة أنه وكيل الجمهورية لما يقدم التماسات أو طلباته باعتباره هو اللي يحمي الحق العام، وقضية من هذا النوع ومتهمين بهذا الوزن، كان من المتوقع أن النيابة ستطلب الحد الأقصى للعقوبة. الحد الأقصى للعقوبة بالنسبة بالنظر إلى طبيعة الجريمة أولا، وبالنظر إلى طبيعة الأشخاص، طبيعة الأشخاص اللي ارتكبوا هذه الجريمة. نعم. علاش القانون أعطى عقوبة بالنسبة بخصوص جرائم الفساد 10 سنوات؟ نعم. ولكن شدد العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة هو موظف عمومي. نعم. لما يكون موظف عمومي هنا يولي ضرف تشديد، هنا تضاعف له العقوبة. إذا كان شخص عادي راهو 10 سنوات، وهي الطلبات اللي تقدم بها
وكيل الجمهورية في حق رجال الأعمال. أما في خصوص الموظف فإن هذه العشر سنوات تولي 20 سنة، تولي الضعف، وهو الحد الأقصى اللي يسمح به قانون مكافحة الفساد. الآن كيف راح تجري أطوار المحاكمة؟ تكلموا في زوج يعني ما كان حتى إشكالة. الآن رانا في المرافعات، يرفعوا المحامين ثم بعد ذلك عندنا المداولة. بعد المداولة باش المشاهد يفهمنا، بعد اختتام السادة المحامين يكملوا المرافعات ديالهم، المحكمة الآن واش دير؟ تعاود تحيل الكلمة الأخيرة للمتهمين. نعم، كل متهم تعطي له الحق في كلمة، كلمة ما راهوش مرافعة ولكن كلمة صار. كلمة في حدود بضع كلمات، لا أكثر، بضع ثواني، ما هو موقف نهائي من هذا الملف. بعد ذلك تنسحب المحكمة المداولة. المداولة وشنو هو؟ هو أن القاضي يختلي بنفسه، يقعد مع روحه ويشوف الأدلة والقرائن اللي كاينة في الملف، الحاجة اللي راهي في صالح المتهم، الحاجة اللي راهي ضد المتهم، يشوف طلبات تاع النيابة، النيابة واش طلبت، يشوف القانون واش يحكم، يشوف الطرف المدني واش طلب، ويقرر العقوبة الملائمة بناء على هذه العوامل كامل. هذا هو معنى المداولة. يقرر العقوبة أو البراءة. العقوبة أو البراءة أو الحكم، نقولوا يقرر الحكم. الحكم، نعم. يقرر الحكم المناسب بناء على. أستاذ راح نسأل واحد سؤال ربما شوية. تفضل تفضل. وبالمناسبة فقط أنه لأول مرة يتم تأسيس الطرف المدني، من قبل كان المال العام سايب. الآن تأسسوا قضية الخليفة، ما تأسسش الطرف المدني في الخليفة بالنسبة للأشخاص، الأشخاص أكثر الآن بالنسبة للدولة، هذه أموال تاع الدولة. نعم. الخزينة العمومية، الخليفة مع الأفراد وتأسسوا كطرف مدني. لا حتى البنك، لا حتى البنك تأسس كطرف مدني، حتى بنك الخليفة تأسس كطرف مدني في قضية الخليفة. هو مدني، لا طرف مدني، رانا في الطرف هو المدني. لا هو محكمة، هو بنك خاص شيء عمومي. احنا نهضر على العمومي يعني بكري كان دعوة سايبة دائما ونولي مثل طرف المدني ما كانش، لأن على بالهم بلي محسوب العملية من الأول. اليوم راهي موجودة. لا عادة عادة اسمح لي أستاذ، عادة حتى وين يكون طرف المدني اللي هو الوكيل القضائي الخزينة يستدعيوه وما يجيش. صحيح، احيانا معظم الاحيان ما يجيش طرف المدني، لان نقول له ما تروحش. لا ما تروحش لان ما يحبش يروح. الآن اللي يمثل الخزينة كان كيستدعيوه ما يروحش. لأن الدعوة سايبة كما قلت لك، ولكن هذه المرة اختلف الوضع. هذا دائما شكرا لثورة الحراك، وشكرا للمنظور الجديد للدولة الجزائرية اللي هي جاية أكيد لا محالة. طيب أستاذ، أنا حبيت فقط نسأل واحد السؤال. يعني الكلمة الأخيرة هل راح يقدمها للمتهمين فقط، ولا ممكن يقدمها حتى للشهود مثلا، ولا الشاهد يشهد ويروح خلاص؟ لا للمتهمين فقط. المتهم فقط دائما الكلمه الاخيره للمتهم. نعم. ومحاميه. ومحامي. اكيد المتهم ومحامي، اما الشهود بشهادته ويروح. اللي بشهادته ويروح. طيب الان بقات الحكم متى يمكن ان يصدر؟ هل في تقديركم يقدر يصدر اليوم او غدا، او انه أو القاضي يقول لك انا ناخذ يا خويا اسبوع ولا 3 ايام ولا 4؟ هو كما قال الاستاذ، اتفقنا في المسائل الاجرائيه، يعني بعد الانتهاء من الدفاع القاضي يختلي بنفسه ويدخل في المداوله، ينصرف المحامين يبقاو في قاعه، ولا ممكن اذا كان قال لهم باللي راح ندير المداوله يصدر الحكم يقعدوا، كان قال بتؤجل في المداوله لغايه مثلا 11 ولا لغايه 13 ديسمبر، ولا ممكن هو حر لان عنده ملفات كبيره هذه، وبالتالي يوازن التماسات النيابه، هو غير ملزم بها. اولا غير ملزم بها، فخاصه انها قضيه محكمه مدنيه غير ملزم بها. ممكن حكم نقول احنا الوكيل الجمهوري غرق شره، يطلب 20. انا كنت محامي، كان مره النائب العام طلب الاعدام وديت براءه. انا كنت في قسم طينه، ممكن نخدم في التسعينات القرن الماضي كنت نخدم محامي، كانت ولكن درك القاضي خاصه انه قاضي فرد علينا. انا درك بالمناسبه يعني نطلب يعني في القانون الاساسي للقضاء انهم يرجعوا محكمه الجنح بثلاثه ماشي بواحد. هو كان مشروع لانها كانت بثلاثه احسن، تصور لان كيكونوا ثلاثه تشكيله جماعيه احسن، لان واحد وحده صحيح. محكمة الجنح خلافا للجنايات
محكمة للجنايات وخلافا للمجلس لا لا هي هي بكرة جماعية بكرة كانت بثلاثة كانت محكمة الجنح نعم كانت بثلاثة الرئيس ومستشارين معه زوج نعم وبالتالي في ثلاثة وبالتالي نتمنى يرجعوا لها بسرعة لأن هذه إحقاق للعدالة وثلاث أشخاص خير من شخص واحد أكيد. يعني يعاونوا حتى في الملفات في قراءة الملفات في القرائن في الموازنة رأي مع رأي رأي لكن لم يكون وحده ممكن شخص يعني ممكن يرتكب خطأ ممكن غير مقصود ممكن أنه يكون ديباسي ممكن يكون على أعصابه ممكن تحت ضغط لكن لما تكون بثلاثة خاصة أنا شفنا درك الأهمية تاعها لو كانوا في ثلاثة درك تشكيلة جماعية تكون أحسن في قضايا كبيرة كما هذه هو المبدأ دكتور أنه الفصل في القضايا يكون بشكل جماعي مبدا القاضي الفرد هذا راه استثناء في كل دول العالم وحتى في الجزائر هنا لما خداو هو قال لك نقص الطاقم نقص البشري نقص العدد البشري تاع القضاة ما يقدروش يغطيو كامل المحاكم بتشكيلات جماعيه ملفات كبيره انت راك تمارس نعم. كاين ملفات كبيره اليوم حنا مثلا القاضي يدخل 300 400 ملف القاضي يعني تصور كيف معظمها في مسائل استاذ ماشي غير قضيه الملفات الكبيره جدا حتى مساله اسمح لي مساله التخصص كذلك تطرح حتى الان المجتمع الجزائري تطور كثير لا هي اسمح لي كاين واحد الكلمه نقولها انا بالنسبه لي لما يكون الامر يتعلق بالمجال الجزائي يعني بالمجال السالب للحريات وين كاين عقوبات تاع حبس ما كاش كلام على قضية كبيرة ولا قضية صغيرة كم نعم. القضايا كيف نعم. لأنه هنا مصير تاع أشخاص الحرية تاع الناس نعم. اللي راهي نقولوا في اللعب ولكن الكلمة ما رايش صواب اللي راهي في اللعب ما نقدروش نخاطروا نعم. لأنه فقط حمل سلاح محظور يا معليش أعطيها لا هنا كاين حرية تاع الناس الحرية أمر مقدس من الضروري أنه تكون تشكيلة المحكمة تشكيلة جماعية علاش لما يكونوا ثلاثة تعدد الآراء يعدم ولا يقل بشكل تقاسم الأعباء يقل نعم. بشكل كبير من نسبة الهامش الخطأ لأنه في الأول والآخر القاضي هو إنسان طبعا فهذه حاجة من سوا الآن أي صدرت الأحكام نقولوا غدا صباحا ممكن تصدر الأحكام وبعدها غد تصدر الأحكام وش هي الخطوات اللي من بعد يعني هل وكيل الجمهورية يقدر يطعن ولا ما يقدرش يستأنف المجلس ما يستأنفش هل الأطراف يقدروا يستأنفوا ما يستأنفوش هذا حق موجود هذا حق منصوص عليه هو كذلك من مقتضيات المحاكمة العادلة ما نساوش بلي كاين معايير فيها 20 ولا 30 معيار من ضمنها التقاضي على أكثر من درجة نعم. تقاضي على أكثر من درجة بمعنى فيه استئناء وفيه طعن بالنقد نعم. وبالتالي من حقهم هم أكيد يستأنفوا وكاين تعديل مقارن في قانون الإجراءات فيما يخص التقاضي في المجلس على هذيك في الجنايات التعديل الاخير نعم. انها اصبحت على درجتين والمحكمه العسكريه نفس الشيء لان هذا دائما استكمال لمقتضيات المحاكمه العادله حتى المحكمه العسكريه في الجوانب الجزائيه فيها استئناف في الجانب الجزائي استاذ خبر ونعود نقول المساله هذه الان القاضي يامر برفع الجلسه بسبب الارهاق الشديد الذي اصاب سلال ويحيى هكذا استاذ نعم بلى سيت نديروا اذا فاصل ونعود نوريو لك استاذ المشاهدين الكرام نلقاكم بعد الفاصل إذن مشاهدينا الكرام نعود إلى مجريات المحاكمة ونعود نذكر أنه قاضي الجلسة قرر رفعها لمدة 20 دقيقة بسبب الإرهاق الشديد الذي أصاب ويحيى وسلال ونذكر أنه ويحيى كان قد أصيب يعني دوران داخ يعني كما يقولوا في الجلسة الأولى في الأيام الأولى فممكن بعد 20 دقيقة تستأنف المرافعات ثم يدخلوا في المداولة يعني القاضي يدخل مع الملفات ويقرر الأحكام بعد ما يفحصها ويدرسها ويطلع يعني على الإجابات على المتهمين والأسئلة التي طرحت عليهم ويطلع على طلبات وكيل الجمهورية الآن أستاذ هي أصبح لي في هذه النقطة إضافة فقط أنه القانون يسمح للقاضي
نعم. أنه إذا كانت يعني الحالة الصحية المتهمة تسمحش باستمرار المحاكمة، نعم. يسمح له بعدة خيارات، يا إما ينقل للمستشفى، نعم. يا إما تؤجل لموعد لاحق، يا إما تستمر المحاكمة بغير حضور المتهم، خصوصا أنه الآن ما بقاش شيء كبير، بقى فقط مرافعة، بقت فقط مرافعة تاع الدفاع، وبالتالي ممكن أنه القاضي يرى أن الحالة الصحية تاع المتهم ما تسمحلوش أنه يبقى، وبالتالي يأمر يعفيه من الحضور. والكلمة الأخيرة أستاذ للقاضي للجلسة، الكلمة الأخيرة في الجلسة، في المرافعة، ينوب المحامي على الكلمة الأخيرة. نعم. جيد. الآن بقات قضية أستاذ، الناس تتساءل اليوم 10 سنوات 20 سنة 15 سنة 8 سنوات تجريد الموظفين من حقوقهم المدنية، غرامات مالية، ولكن يا أستاذ الأموال، الغرامات المالية هذه هل تفي بالأموال التي أخذت؟ يعني اليوم المواطن يتسأل وراه الأموال هذه فنعود نسترجعوها منين؟ لا، هذه النقطة اللي لازم، هذا شيء والأخر شيء آخر. الغرامة يعني تختلف على طلبة الطرف المدني، لأن الطرف المدني عنده طلبة تاعو تعويض، هذا تعويض، تعويض هذا، ولكن الأموال تعويض والأموال منهوبة وانتروح سردادها، سردادها إذا كانت عنده عقارات أو منقولة باينة هي جزء من العقوبة، كاين عقوبة بدنية وكاين عقوبة مالية، تصادر يعني إذا لم يبرأوا الحسابات، شو ما وجد في الحسابات يصادر على المستوى الوطني وعلى المستوى الخارجي اللي كان حبيت نبعد نزيدوا نحضروا عليه، لأن حاجة أخرى. وبالتالي اليوم كاين غرامة، كاين غرامة هذه وحدها، وكاين طلب الطرف المدني اللي يطلب استرداد الأموال المنهوبة من الخزينة. لا. يعني كاين الخبرة حددتها، لأن الخبرة حددت المبالغ المنهوبة والمسروقة شحال. وشوف محامي الخزينة يتحدث عن حجم الأموال المنهوبة، يقول 12800 مليار سنتين، 128 مليار دينار. أيوة، ما رغم أنا شخصيا يعني قاعد نقرأ فيها تقولش تحسبه، وكاين 200 مليار سنتيم بالنسبة للعقارات، هذا ممثل الخزينة العمومية فقط، وقال استنادا الخبرة. نعم. لأن دارت خبرة في الأمور كما هكا دارت، أكيد هذه ممكن تسترجع، إذا كانت ما إذا كان كاين ما يغطيها على المستوى، يستغرقها على المستوى الوطني، صح، ما كانش ما لقاوش، ياخذوا واش كاين، ويبقى على الحساب، وهذا ياخذوا واش كاين واللي بقى، هناك ممتلكات لهم أخرى. نعم. واللي بقى المحكمة أو النيابة باعتبارها هي اللي جهة التي ستحصل الأموال، عندها طريقين، تبقى تسال وين تظهر عنده أملاك تحجز. أيوة. أو روحوا للإكراه البدني لما تنتهي فترة العقوبة تاعو. القانون كاين إجراء بديل اللي هو يسمى بالإكراه البدني، يبقى في الحبس لحين سداد قيمة التعويضات والغرامات المحكوم بها، هذيك القيمة لفترات متعاقبة، هذاك الأموال اللي راهو مطالب بها ومحكوم بها تحول إلى حبس. أيوة، تحول إلى حبس. القانون يحددها حد الأقصى هو 5 سنوات. معناه قال مثلا في 5 سنوات ما تخرجش من السجن غير إذا خلصت مثلا تمت الإدانة، ما يقعدش 5 سنوات متواصلة في السجن. لا، الإكراه البدني ما يقعدش نهار يخلص يخرج، لا، كل مرة يقعد مدة ويعاود يخرج وزيد عاود يدخلوه، ما يقعدش 5 سنوات. قال لما دام سرقت تقعد 5 سنوات حتى تسلك. ديجا الإكراه البدني هذا، على بالك الإكراه البدني هذا فيه اعتراضات من منظمة حقوق الإنسان في العالم. لا، هو يخالف بدني يا استاذ، لأنه يخالف حتى عندنا هنا، لا يخالف حتى التزامات الدوليه اللي وقعت عليها الجزائر بموجب العهد الدولي للحقوق السياسيه، بموجب العهد الدولي للحقوق السياسيه والمدنيه، فانه يفترض ان الاكراه البدني يحذف من القانون بشكل عام، ولكن استثناء المشرع حذفه في المواد المدنيه لما يكون هناك دين مدني بين اشخاص ولا بين الاشخاص والمؤسسات، ما نديومش الحبس، وإنما لا يخدم ولا باش يسدد الأموال، ولكن في المواد الجزائية استثناء تركت عقوبة الإكراه البدني كوسيلة لإجبار المتهم المدان على باش يخلص. هلا أستاذ، تقرب لنا الفهم. نعم. بين المواد دوك نعطيك الفهم، تقرب لنا الفهم بين المواد المدنية والجزائية، الجانب المدني والجزائي. فيش إكراه بدني؟ لا، إيه معليش، قبل 89 لا باش يفهمنا المشاهد قضية الشك يا أستاذ، راني جاي. قبل 89 نتكلم على التشريع الجزائري. نعم. قبل 89. نعم. وحتى بالنسبة للعالم، حتى في الدول العربية كاين الآن سجون يتسمى مثلا في مصر ولا الأردن ولا سجون يسميوها سجون الغارمين. أيوة.
حتى في القرآن يقول لك الغارمين هي وجه من أوجه إنفاق الزكاة. هذا الغارمين شكون هو؟ هو إنسان طبيعي بينه وبين شخص آخر تعامل، يعني تعامله دراهم سلف له، دخلوا شركة في تجارة، دمن عنده دراهم، خلى عنده دراهم، أو بينه وبين مؤسسة يعني فاتورة تاع تليفون ما خلصهاش، تاع تليسيتي ما خلصهاش، تعمى عنده أعباء لازم يخلصها ما خلصهاش، ضرائب مثلا. هذه كامل، هذه كامل إجراءات مدنية، تعاملات مدنية، ما فيهاش عقوبات الحبس، ما كاش جريمة ارتكبت باش نديوها الحبس. في التشريعات قبل 89 والان حاليا في بعض الدول العربيه وفي بعض دول العالم يجوز للدائن اللي راهو يسال دراهم لكاش واحد يديه انه يديه للحبس. الحبس هذا يسميوه الغارم، سجون الغارمين، يبقى فيه حتى يخلص، ولما يدخل الحبس نتيجه لانه ما كاش مخالفه وما كاش جريمه ما راحش تتسجل في صحيفه السوابق العدليه ديالو، ما تماركاش في الكازي انه دخل الحبس على جال دين مدني. نعم فهمت لي كيفاش؟ هذا واش قصدنا في دول المدني. بعد 89 والجزائر انضمت للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، الإكراه البدني حذف من القانون، خلوه استثناء برك لما تكون هناك جريمة. لما تكون هناك جريمة والسيد يدخل الحبس ويحكموا عليه بالحبس، مع العقوبة تاع الحبس كاين عقوبة تكميلية اللي هي دراهم، الغرامة لصالح الدولة. هذه الغرامة واش تغطي؟ تغطي مصاريف المتابعة الجزائية، تغطي ضرر إلى الحق بالحق العام، تغطي حق ما راهو في السجن وراهو تحت الرعاية الطبية وتحت. إذن هذه لحظة خروج أو إخراج المتهمين، نعم، عندما رفعت الجلسة، يعني خرجوا بدون لا الآن يديروا لهم الأغلال، يديروا لهم في قاعة المحكمة بدون أغلال. بدون أغلال لما يخرج من قاعة المحكمة يتحط الأغلال في يحطوا الأغلال في يدون عند الباب تتحط الأغلال. عندهم قاعة انتظار أكيد عندهم قاعة انتظار، ويعني طبعا هذا ورانا عطينا صورة الأغلال يا أستاذ بلك ما يشوفوهاش. إيه إذن يرفع الجلسة ثم يعاود يستأنفها بالمدة اللي قررها رئيس. هو يقول مثلا ترفع لي مدة نص ساعة ومن بعد يرجعوا، وحتى كي يتعب القاضي يقدر يرفع هو الجلسة. أكيد يعني هو يحفظ القانون، ولا القانون ولا جوعان ولا تعبان ولا تعبان ولا قانون يسمح ولا فرحان. نعم حتى يكون فرحان ما يحقضيش. نعم يحقضيش يكون في طبيعته العادية. هو قانون الإجراءات دائما يسمح بانسحاب المحكمة. نشوف ورم يضع الأغلال ليحيى. يا سبحان الله، قام يديه مرفوعين صح. والمشاهد الكريم راه يتابع لك، ويحيى يرفع يديه لتوضع له الأغلال. هاي الصورة واضحة جدا، يعني هذا رد على اللي كان يقول انها مسرحية وانه غير حقيقي. نعم هذه المتابعة. نعم غير حقيقية. الناس مش من منين نقول لك لا، ولكن الان يعني زال الشك عندهم الثقة. نقول لك عندما الجزائر لم يمنوا في والو زال الشك، يشوف بعينه هكا ويقول لك هو هاو. الان يرفع يديه ويحيى، هاو ويحيى يرفع يديه، عاودوا نشوف مكبلتين. علاش رفع يديه بصح هنا؟ ربما بالك باش أو هاي الأغلال. نعم أغلال في وجهه ولا مسح حاجة في وجهه أو بلك حك هكذا ولا سق من وادر يعني. نعم ولا على النظارات ولا نعم نعم. والآن كي يدخلوا للقاعة هذه تعوين يعني يرتاحوا ولا يعني ممكن يزورهم أهاليهم؟ لا 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 ممنوع. لا 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 يقعدوا معهم قوة الأمن، يقدروا يجيبوا لهم يشربوا، لكن يحبوا الماء يجيبوا لهم يجيبوا الماء برك، الماء فقط، الماء فقط يجيبوا لهم الماء يشربوا إلى آخره. ولكن طولت يقدروا يجيبوا لهم الماكلة، كون يقعدوا 24 ساعة ولا حاجة يقدروا يجيبوا لهم لا يجيبوا لهم يجيبوا لهم يجيبوا لهم ساندويتش، يجيبوا لهم حتى مشروبات، يجيبوا له طبيب كامل اللي أكيد هذا أكيد. إذا كانت الحالة الصحية ديالو تستدعي أو كاين طبيب، كاين أطباء منتدبين تما طبعا ممكن في ليزالون دور. الآن يبقى أستاذ السؤال الذي يطرح في موقف البارح شقيق الرئيس بوتفليقة، الرئيس السابق بوتفليقة، كيف تقراوه أنتم يعني؟ والله هو الرئيس اسمح تفضل. هو شقيق الرئيس لا إيه لا 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 أنا نقراها. نعم. باللي موش معترف لا بالمحكمة العسكرية ولا بالمحكمة المدنية. أيوة. لأن حتى في البليدة ما حبش يهضر.
ما حبش يهضر. ولكن استاذ هل ما تشوفش تبي انه رجلها رجلها نحكي ورجلها ماشي رجلها مش علاش خليني نحكي معك ثانيات ثانية. رجلها لا هذا الناس هذو كاع كنت كانوا تحت امراتك ها ورام الان بادله وكذا الى اخره وقائع قالت انت تتحمل المسؤوليه قال يا جماعه هاد الناس هذو ما سرحهم انا نتحمل المسؤوليه ولا شوف نقول حاجه ما يقدرش يقول هذه اولا ما يقدرش يقول هذه لان مساله جزائيه ما يقدرش يقول مسرحهم لا نتحمل المسؤوليه وهم يتحملوا المسؤوليه وهو يتحمل المسؤوليه معهم ولكن هو لم ما كانتش عنده اسمع هما السلال اللي جبدوا اكثر جبدوا اكثر وحداد لان هادو بالفعل كانوا يخدموا ديريكتومو تحت الامر تاعهم علاه هما استدعاوه ممكن علاه تتاكد انه علاقته بيحيى وعلاقة الرئيس بيحيى وحداد خاصة كما يقولوا شاف كيفاش نوصفها يعني شغل يعني كانوا كانوا متقاربين ولكن هذا يعس هذا لا المفروض أن يكون راجل لأن درك إحنا مهما كان الإنسان يكون راجل لما أزمة كما قالوا الأخر سرق على راحك ما انا نقول لك تسلك الامر اللي امرك تبيك تسلك وتسلك راسك مرفوع لا يقول لك الطير الحر الا تحت ما يتخبطش هذيك درك انت يجي الماده 97 من قانون الاجراءات الجزائيه تقول باللي احضاره احضار الشاهد اللي هو في المرحله الاولى كشاهد ممكن تغير التكييف ويصبح متهم لكن في لا على يجيبوه كشاهد على اساس احترام قرينة البراءة وبالتالي يجي كشاهد ولكن فيه فقرة تقول لك يعني غرموه اذا كان ما حبش يتكلم ولا ما حبش يجي بس الغرامة بسيطة 20000 دينار حد اقصى من 3000 الى 20000 ولكن العبرة فيها من 200 دينار الى 20000 الى 20000 ولكن العبرة فيها وانه ما خلاش او عرق على سير العداله يعني. بيسير يعني ما تحملش مسؤوليتك كرجل يعني لا في المحكمه العسكريه وهذا مش في صالحه لانك اكيد كان ملفات تخرجي فيها اكيد لان درك العداله تمشي سواء تهدر ولا ما تهدرش العداله ماشي ما تنتظرش وتاخذ مجراها طيب الان هذا الملف تاع تركيب السياره تغلق ها وكاين مازال اطراف اخرى مازال حيث اخرين لا مازال ملفات تركيب سياره قضيه تحكوا القضيه طبعا نحكيوا على الفصل الاول الفصل الاول هذا اللي فيه جمع هذو الحلقه الاولى نعم هل يمكن نكتشفوا في الايام القليله المقبله انه في هذه القضيه بالذات وقائع جديده اكيد اكيد ومن حق النيابه انها تعاود تفتح الملف وتعاود تفتح التحقيق من ضرورة جديد إذا كان اكتشفوا أشخاص آخرين ممكن اتهمهم إذا كان اكتشفوا وقع جديدة ممكن تشكل جريمة وهذا الشيء اللي راه حدث في قضية طريق السيار اللي راه يتم تحقيق فيه أمام المحكمة العليا والخليفة وسوناطراك رغم أنها قضايا مفصول فيها فيما سبق بمعنى أستاذ أنا السؤال هذا لما طرحته حاب نروح معكم لمسألة أخرى وهو أن السعيد اللي جاء في هذه الجلسة هذه شاهد وما حبش يتكلم القضية لما تطلع للمجلس بعد الاستئناف تطلع للمجلس يقدر يجي متهم أستاذ لا ما يقدرش يجي متهم لا ما يقدرش يجي متهم إذا توجه له الاتهام يتعاون في المحكمة في المحكمة مش قلنا التقاضي على درجته لازم يجوز على المحكمة لأن في الاستئناف لا ينظر في مسائل جديدة مفهوم ولكن الفرق أنه الأشخاص هذوما إذا تمت إدانتهم وقررت المحكمة إعادة استدعاء السعيد ويوجهوا له الاتهام ويحاكم هما يوليوا شهود في الملف لأنه بالنسبة لهم القضية انتهت خلاص وإنما كاين طرف جديد هما يعتبروا شهود يوليوا يعتبروا تداول الأدوار ثم بعد ذلك لما تطلع القضية للمجلس ما يش مرتبطة بالمجلس ممكن هما يكونوا متهمين في المجلس في القضية تاعهم فيما يخصهم هما في الجزء اللي يخصهم وراهم شهود فعلى مستوى المحكمة في الجزء اللي يخص السعيد ولا اللي يخص متهم آخر طيب والآن ولا حتى مثلا هاو جابوا شوارب ولقوا عليها القبض تتم إعادة محاكمته من ضرورة جديد لأنه حكم غيابي ولكن باقي المتهمين اللي راهم معاه في الملف يوليوا يعتبرون شهود لأنهم هما خلاص شرعوا بالنسبة أستاذ البشوار لا يمكن مقاضاة الشخص على نفس الجريمة مرتين هذا مبدأ عالمي كذلك بالمحاكمات العادلة بالنسبة للبشوار أستاذ الآن يصدر في حقه أقصى العقوبات ولا 20 سنة
ولا ممكن القاضي كاش اكثر من 20 قلنا في البدايه عطاو الماكسيموم 20 سنه لا القاضي هل صح يلتزم بهذه ولا ممكن ممكن يخفض الزوج الاخرين واللي غايب ما يخفضلوش يبقى تبقى له الماكسيموم دائما هكا في الغايبين عاده يتمسكون بالماكسيموم نعم بالنسبه للغايب هذه وسيله من وسائل يعني اجباره انه يحضر ولو ودرك يديروا الاخرى يديروا له مونداداري انترناسيونال وتمد الانتربول درك يديروها ودرك يصدروها كيما يصدر الحكم على هذا في نفس الوقت في نفس اليوم في نفس اللحظه يصدر امر بالقبض عليه امر دولي بالقبض عليه ويوجه الى الانتربول. استاذ علا والعايب استاذ القانون العام اشكره جزيل الشكر استاذ صالح عبد الرحمن شكرا جزيل الشكر محامي نظن باللي رانا شديناك شويه ان شاء الله اكثر من 8 الى 4 مشاهدينا الكرام نشكركم جزيل الشكر موعدنا غدا ان شاء الله لذلك من حين نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.